ازاي روح لعيبه النادي الاهلي الشوط الثاني وادائهم اللي اتغير من الشوط الاول للشوط الثاني؟ كان واضح جدا من المباراتين اللي فاتوا. اللعيبه بتقف في الملعب عندها ثقه في نفسها ومش عايزين يبانوا ان هم في حاله صربعه دايما، ولكن كان بينقصهم الجرأه. أيوة. اللي احنا طلبناها في الشوط بين الشوطين انك انتوا الجرأه والوصول لمرمى اي فريق بيلعبهم اللي كان مولين النهارده هو دي الثقه. قلت لك بين الشوطين مفيش لعيب بيروح على 18 ويهوش مره راح عاملها لنا ردد علينا. عمار وكانت كوره كويسه جدا لو خدها بوش رجله ودخل لجوه شويه كانت الدنيا هتبقى مفتوحه معاه قوي يا اسامه، ما كانتش هتبقى لازم يعملها بالعرض بهذا الشكل. ولو ان كان المردود من سيد غريب كان كويس قوي الحقيقه، ولو كانت ما دخلش ياسر كان هم هيحطوها في نفسهم يعني. بينما بطبيعه اللعب كان لازم راح ياكد الكوره ان هي هدف يعني. فانا راهنت عليهم معاك قبل واحنا مغلوبين. صحيح. قلت لك انا براهن عليهم بهذه الروح بهذا الاداء ينقصهم 1-2. الحقيقه أدوا شوط في حياتهم كلهم هيعتزوا بيه جدا، اللعيبة كلها بالتغييرات بكله. هارد لك الإصابات اللي حصلت بالنسبة للعيبة، إحنا في وقت المفروض يبقى كل اللعيبة بتبقى زي ما اللعيبة دي شافت الضغط، شفت أسلوب الضغط اللي بيبص معلش هارد لك في الكورة دي، أنت شفت أسلوب الضغط اللي بيلعبوا بيه الفرقة دي النهاردة؟ ممكن تجيبها لنا تاني بعد إذنك، كابتن ممكن في الكورة دي بدل ما عمار كان يرفعها للبعيد كان ممكن هو يحطها؟ لا لازم ياخدها ويدوس عليها دوسه كمان لجوه. كانت هتتعدل على رجله اليمين يقدر يتصرف زي ما عايز يشوطها بقى في الجول يصلحها لواحد احسن منه. انما ايه اسلوب التفوق بتاع الشوط الثاني؟ صحيح اللعيبه دي بتجري في الملعب بكل قوتها وبتضغط صح وعندهم ثقه في بعض. انت عارف اللعيبه لما تحب بعض اللعيبه دي بتثق في بعض جدا يا ايمن. فاللعيبه حابه بعض، اللعيبه عارفه ما حد بيغلط حتى ما بيفرقش معاهم. في لعيب تاني بيلف وبيعمل له حاله تعويض في الكوره. بص قصدي ايه؟ ان عمار يشيلها برجله الشمال من فوق الجول. بص دي ده طلع عليه حارس المرمى قفل المسافه قريبه لازم يرقص حارس المرمى كمان ياخد ضربه جزاء بقى ويعوضها. يعمل اللي هو تصرف لو هو شايف سيد غريب كده ولعبها له دي يبقى هو ده الكويس يعني. صحيح. انما هي اسلوب الضغط اللي حصل النهارده ده انا اللي بهنيهم عليه، وان شاء الله الماتش الجاي واللي بعده يكون لهم حظ في النتيجه باذن الله رب العالمين. تعالوا نروح مره ثانيه لزميلنا فاروق صلاح.